مدحونا جمهوريه الصومالان مدن احمد محمد محمود سيلان يو دلك ديبديس مدة كوسما 22 عيشو كو مقنا سفر كو تغي دلك انغريسكا ايا مانتا دلك ديبو كو سولابتي مدحونا احمد سيلان يا قسق مدحتويده وها كو سو دوويي حبنا كاترسن غلها وزيره مدنياش لبدا اقل غورتيده يا مزوليين كلي مدحونا احمد محمد محمود سيلان يا اوغو هوراي سلان شرف كا قاتاي عتوبيه كاترسن عيدمدا قلبك سيدا أفين كما رحتوا إذا استمر لنا حسين هذا ندير عيجة أيها كه الله يسلم ركاسين كتب بحبيجي وتشددوا من رحوينه وسفر كوجود تجاي دل كتب ديسا دمان بعض الصحافة وحن آدي آدي إنك جمع هذا نقيا كسوق قبل كل كان كسوق قبل قشين سودوين ثم رحوينه هنا جمهورية استمر لنا ومان تدل كقصور نبض نقضي استجي إيو مرود الكويت مدحوينه سفر نسشا أما فسحة أيو مدوك وو مغنا دلك إنجليز كمجال هذا لندن ونوصلنا بند نقضي ما أنت أيو جدة ديارة عقال إنترناشونال إير بودو كسود دقي وصلنا بند نقضي مدحوينه سفر هولاد سفر كهرباء وهاي سفر تجي وهو سفر نسشا وفسحة مركا ما أنت أيو مصورنا بند نقضي سال الله سعطان جودهانا وحسب أو مدحوينه أما كلنا هولاد أو دولة إنجليز كلية شيء أما عد كلوا أي سركان وأنا هين قيس كيسة مجرتو صابتو فصحي هذا مدحوين إيش أدون كأيوب بحان فصح الله ميدا أيوب مدحوين هو بحاي وران خبر بجاندا دا وياه هم بسوا كوتشري أها مدحوين هو على قلايا مدحوين هو حنوسان يا الحمد لله نينك إلهي دلا يا أردنتا عذرك يا عفمات كن إلهي با هيا وحويان حقد يا يبغد يا يحسد نمضة لليه هاي قف عن حنوسانين دخترنا انجلين لوس هذين يو وحوي وهبار مدحوينا هنا إلا هبارو ماها مدحوينه ومدحوينا قرن معارض محافظ يكو دح دح هذا با مدحوينه مدحوينه يهي ويسو نوسو نبض نقضي مرأي صحافة دويدي سيافين كما رحتوي رسوما لان حسين دير سببها ومدحوينه وقاب سدي سلامر كاسين ووقاها دوايي مدكرين تلو سمي حكومة دي سايا كتوابي مدحوينه هولها قرنكا قولوا سيروي بولي هي لطليال بولي هي أنا جا كم إذا دتك وحل سارن إن أفكي سكو هلان أنا جا يا أفكي مدحوينا كقول هلا يا مدحوينو موتا لك رواين مدحوينا أفكي سأنا جا كقول هلا يا وح هولها تشيك تي قرنك مدكورين تا سلجة هولها سهولها كقرصون مدحوينا هماها مركي لو بهذانا مدحوينو بلشت شيء توصي وقول هلا دونا مدحوينا سمالا أحمد محمد محمود سيلاني ومدكو سمال لبي الله باتن عشود ذلك دبدي سكجا مغنا سفر وقاره oo ku tagay dalka Ingiriiska ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay iyadoo madaxweynuhu ku soo beegmayo xilli golaha guurtida Soomaaliland ay muddo korin u sameeyeen xukuumadiisa balse kama ay hadal xukuumada Soomaaliland iyo madaxweynuhuba muddo korintaasi golaha guurtido ay u kordhiyeen khadar ciise dheere Saab TV Hargeysa.